السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متتبعي قناة آلاء تعليمية. أعزائي التلاميذ، اليوم راح نتعلموا مع بعض الإملاء في اللغة الفرنسية اللي اسمها ديكتي. ديكتي معناها إملاء. راح نتعلموا مع بعض، نبدأ نتفكر الحروف اللي كنا قريناهم، بعدها ننتقلوا واللي نعرفوا نكتبوا الكلمات، نديروا إملاء تاع بعض الكلمات اللي كنا كذلك قريناهم. بعد ذلك راح نطرقوا كتابة الجمل. راح نسمع، نبداو بشوية مع الإملاء. نبداو الآن، نطلب منكم كل واحد يحضر اللوحة تاعو، طباشير ولا الماركر ولا ورقة وقلم. المهم راح نبدا نملي عليكم وعلى آلاء، نسترجعوا مع بعض. نبداو على بركة الله. راح نبداو بليلاتخ، كيما قلنا عندنا لا لاتخ أم. ليها ام ماجيسكول، ام ماجيسكول، دوكا نكتبو ام مينيسكول. تري بيان، هذا هي الام تاعنا. هنايا باش رانا نكتبو ميرسي اون كورسيف. تري بيان، ليكريتور اون كورسيف. الان نروحو نزيدو شوفو حرف اخر. عندنا لا لتر تي. واش نتفكروا مع بعض كيف قلنا نكتبوا لا لتر تي؟ كيما حرف الحاء. هشوفوا ترى هذا حرف الحاء، هكا نكتبوا الحاء. كيف نكتبوا لا لتر تي؟ حاولوا نتفكروا مع بعض. واش قلنا؟ قلنا تي راهو يشبه حرف الحاء. تري بيان، هكذا يكون. نقدروا نضيفوا له ايضا هكذا، هذا هي تي ماجوسكول. دركا تي مينيسكول، دركا تي مينيسكول. تي مينيسكول يعني لازم ديما نديرو هذيك اليد اللي نلصقوا بها لا لتر. نروحوا لحرف اخر اللي هو لا لتر او. او تري بيان، هذا هي او مينيسك مينيسكول. الان نحبوا نكتبوه في الماجيسكول. ماجيسكول، واش نتفكر رقم ثلاثة وش هو مقلب. تري بيان، حاولوا نصلحوه شويه يكون هكذا. هذا هو ال E ماجيسكول. وي E ماجيسكول. E مينيسكول راح يكون هكذا. ديرو قلنا دايما نبداو باليد، نروحو الوسط تاع الحرف ونديرو هكذا ال E. دي 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 ماجيسكول، دي ماجيسكول. Très bien. Des minuscules. Des minuscules. Des minuscules. Des minuscules. Des minuscules. Très bien. Oui. D'ailleurs, نزيدو هذايا. وهذا واش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا سكريبت، هذا كورسيف. تري بيان، سكريبت اي كورسيف. كورسيف ان لا لتر ان. ان حاولوا دائما نتقنوا الكتابه تاعنا. ها الاول شيء راح نبداو هك ونميلو شوي، ونزيدو هذا الثاني ثاني نميلوه شوي، الثاني نميلوه شوي ونديرو هكذا. هذا هو الان ان ماجيسكول. ان ان مينيسكول، ان مينيسكول هو من الحروف اللي تطلع المسافه الاولى.
المسافة الأولى دي وش من مسافة يطلع؟ الثانية. تخي بيان، أنا راح نكتبو لا لتر أ. أ نبداو ديبا من ماجيسكول، بعدها نكتبو مينيسكول. أ ماجيسكول. هنايا الا كيف قلنا نكتبوها تكون هكذا، بعدها نديرو دائرة قريب نغلقوها هكذا، باش نديروها كيما درتي هادي. شوفي لا ديفيرونس بيناتهم، شوفي الفرق، لازم دائرة قريب تتقفل باش نوصلو نربطوها من هنا. هذايا الا كيف نكتبو الا تاعها ماجيسكول سكريبت، كيف يكون أ ماجيسكول سكريبت كيفاه يكون؟ تخي بيان، هذوما كامل أ. نزيدو كتابة أخرى لحرف الأ، هذايا لا لتر أ. أ هذايا لا لتر أ. A majuscule. Cursive. A minuscule. Cursive. A majuscule. Script. C'est minuscule. Cursive. C'est majuscule. Script. Très bien. C'est minuscule. Cursive. A minuscule. Script. A minuscule. Script. Très bien. A minuscule. سكريبت. سكريبت تري بيان، الكورسيف يكونوا فيه يدين هكذا. اغ اغ تري بيان. او واش هذه هكذا تكون الاخ، ها فهمت علاه درتي لها هكذا؟ ها هكذا تكون، قلنا نروحوا او باش نديروا هكذا كي الاس وهي محلوله خلاص. بعدها نروحوا هنايا النص، من هنايا نطلعوا لفوق هكذا، شو نخرج نديروا هكذا، قادر ما نديروش الدبر، ها نديروا هكذا هكذا هذوما اغ، عاودو نديروها مع بعض. تخي بيان، هذي هي اغ ماجيسكول، روحو الآن كتبيها أون مينيسكول، المهم تكون هكذا، تبدا من هنايا المرة الثانية تكتبي من هنا، طلقي من هنا وطهدي. اغ مينيسكول هي من الحروف اللي تطلع المسافة الأولى. المسافة الأولى تجي هنايا المسافة الأولى، ها نروحو هكذا اغ. كيما قلنا أي حرف لازم نكونو نعرفو طرق الكتابة نتاعو الأربعة. الآن راح نديرو إملاء للسيلاب اللي كنا قريناهم، بعدها باش نروحو للكلمات، نبداو صعب للسيلاب. عندنا سيلاب لا. لا لا لو لا لو لا لا لو لو لا ما نحاولوش نكتبوها، شوفوا منين نبداو. كاين كل حرف عنده البدايه نتاعو منين تكون. الآل هذا يا اخي هذا هو خط الكتابه، هو يطلع واحد اثنان ثلاثة باغ اكزومبل هكذا، باش نفهمو بلي راهو من الحروف اللي تطلع توازن تغلين. نبداو هكذا، يبدا من هنا من خط من السطر اللي نكتبو فيه، بعد من خط الكتابه من لالين ها ويطلع هكذا، باش تجينا ساهل.
هكذا يكون الآل. لازم نعرفوا منين ننطلقوا باش تجينا الكتابة سهلة. ننطلقوا من التحت ها ونطلعوا فوق وجينا هكذا آل. الآ كما قلنا نحاولوا دائرة. لا ما 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 سيلاب ما لنكتبوها هكذا. نعم الآن م شوفي معي المو كيفاه تكتب. انتي كتبتيها كي تكون في بداية الكلمة، هنا كي تكون في الوسط تكون هكذا. شوفوا الأو منين نبدا، قلنا ما نديروهاش بالطريقة هذه ها هك. لا هذه هي الأو غالطة كيما هك. نروحوا للوسط، هذا السطر الأول، هذا يكون السطر، هذا الخط اللي نكتبوا عليه، وهذا هي بخوميييغ انتيغلين. نروحوا بيناتهم للمنتصف ونديروا هكذا م، نديروا الأو تاعنا هكذا، نديروها شكل. لا هذه غلطة. عندنا الآن تا 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 تي تي هو من الحروف اللي تطلع هكذا. انتي درتيهم مع بعضها تسمى كيف كيف. تي راهو من الحروف اللي تطلع دو زانتغلين، يكون هنا هذا في الان، هذا يطلع السطر الاول وهذا يطلع السطر الثاني. تي عندنا تو تو تري بيان. ان مع الاو واش تعطينا؟ نو نو نكتبو سيلاب نو. تري بيان. ان اي واش تعطينا؟ ان اي ان اي ان اي ني ني. تري بيان. ان او واش عطينا؟ نو نو. كنا نقولوا على الاو هكذا تكون الان. نروحوا للمنتصف ونديروا هكا، هذه هي الأو تاعنا. أغ أ غ غ أغ إي
غي غي لو ال او هكذا تكون هكذا تكون ال شوفوا منين بداو بداو كون خرجوا نميلوا لبرا نزيدو نرجعوا ديريكت نهبطوا ديريكت لل او بداو من المنتصف ونروحوا هكا لو هذه انت دائما ديريكت غلط لو هكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. إن شاء الله في المرات القادمة راح نتعلمو نكتبو الكلمات بعدها جملة. ملتقانا فيديو آخر. إلى اللقاء.